هلو دير فريندز، ويلكم تو ا نيو ايبيسود اوف اور بروجرام مدرسه على الهواء. طلاب وطالبات شهاده محييكم، نرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج اللغه الانجليزيه للصف الثالث الاعدادي، برنامجكم مدرسه على الهواء. النهارده ان شاء الله هنناقش مع بعض يونت 4 تداركا للخطا ان احنا كنا قدمنا يونت 5. النهارده هنرجع مع بعض ان شاء الله يونت 4، وبالمره كمان هنراجع على استخدام ماست بي، كانت بي، اند مايت بي، وكمان هاو تو اكسبريس سيرتينيتي اند انسيرتينيتي ان ذا بريزنت اند باست. نبدأ مع بعض حلقتنا النهارده ونشوف مع بعض التايتل بتاع اليونت: ساينس اند تكنولوجي. يونت 4 از انتايتلد ساينس اند تكنولوجي. هنبدأ الأول بالنيو فوكاب، بالكلمات الجديدة. عندنا أول كلمة ستيم سكول. ستيم سكول اللي هي مدارس الستيم. طب وات داز ستيم ريفير تو؟ كلمة ستيم بتشير لإيه؟ كلمة ستيم برضو عشان نبقى عارفين إنها الإس ريفيرز تو ساينس، التي تكنولوجي، الاي ريفيرز تو انجينيرينج، ان الام طبعا ماث. ساينس تكنولوجي انجينيرينج اند ماث، مدارس المتفوقين. ساينس تكنولوجي انجينيرينج اند ماث، وبنختصرها بنقول دايما ستيم سكولز. اوكي يلا نكمل مع بعض نشوف الفوكاب. عندنا the first word is genius. again genius. to be genius، ان انت تكون genius means that you have some abilities، بعض القدرات، some supernatural abilities، بعض القدرات زي ما بيقولوا القدرات خارقة. to remember things، to do sums and so on. واي فاي طبعا جديد قوي ان احنا نعرف كلمة واي فاي اختصار ايه. wireless fidelity. again واي فاي، ال W اختصار كلمة wireless اللي هي لا سلكي، حاجة لا سلكية. fidelity wireless fidelity. okay also we have the word space. again space اللي هو الكون أو الفضاء. brain المخ، brain. trophy again trophy، كأس أو وسام استحقاق بنقول عليه trophy. firefighter or fireman رجل المطافي، firefighters. طب عشان برضو what does a firefighter do، عشان الverb اللي هو put out، كلمة يطفئ حريق put out، يعني أنا ممكن نقول جملة عليها كده firefighters اللي هم رجال المطافي put out. ناخد بالنا من البريبوزيشن اوت، put out fires رجال المطافي بيطفوا الحرائق. we have محمد from Cairo. محمد من القاهره. هلو محمد، هاو ار يو؟ الو. محمد ازيك؟ الحمد لله كويس. كان عندي سؤال في الرياضي. اتفضل يا محمد. السؤال يو دونت هاف، يو دونت هاف، تمام، تو بي، يو دونت هاف تو بي، to go into the museum، to go into the museum، بين قوسين free، تمام، to go into the museum. ننطقها صح يا محمد، بنقول ميوزيوم، ما نقولش ميوزيوم. اوكي طيب، هو عايز منك تستخدم كلمه فري، يو دونت هاف تو باي تو جو انتو ذا ميوزيوم، انت مش لازم تدفع فلوس عشان تخش المتحف. طب انا عايز اعملها، عايزك تساعدنا كده يا محمد ونحاول نساعد بعض كده، عايزك تقول انت الاجابه، يعني هساعدك كده مساعده بسيطه. انا هبدا الجمله دي باتس، تعرف تكمل كده معايا؟ لو انا قلت لك انا هستخدم فري بس هبدا بيتس، اقول اتس ايه؟ هنبدا بايه؟ اتس اي تي ابوستروفي اس. عايز اقول مجاني دخول المتحف، اقول اتس ايه؟ از ذا ميوزيوم اتس فري. عايز فري. اتس فري ايه بقى؟ تو جو تو جو انتو ذا ميوزيوم. تمام، برافو عليك كده يا محمد، اتس فري تو جو انتو ذا ميوزيوم. اوكي سؤال بس، سؤال بس اخير. اتفضل. في الري رايت برضه. طب فهمت ده الاول؟ فهمت السؤال ده الاول؟ فهمت. تمام، قول سؤالك الثاني. السؤال الثاني هي لوست، ثواني عيد تاني الاول كده. هي لوست، هيز ها باسبورت،
passport, yeah. When he was when he was running to catch the rain. To catch the train. Oh, that's the train. To catch the train. وعايز was lost. Lost. Was lost. تمام، عايزك تحولها هنا. هو كل السؤال هنا عايزك تحولها الباسيف مبني للمجهول. احنا خدنا في يونت 3 ازاي بنحول الجمل من اكتف لباسيف، من مبني المعلوم لمبني المجهول. هي لوست هيز باسبورت، هو فقد الباسبور بتاعه. انا عايز اقول الباسبور بتاعه فقد، عايز اخليها باسيف مبني المجهول. يلا مع بعض كده هبدا بالمفعول اللي هي كلمه هيز باسبورت. نقول هيز باسبورت ايه بقى؟ هنقول هي باسبورت، وهنحط وين زي ما هي؟ لا الاول كمل معايا، عايز اقول باسبور فقد. هيز باسبورت ايه فقد؟ يعني ايه بقى ووز؟ ووز لوست. تمام، كمل بقى الجمله خلاص كده. ووز لوست رانينج تو كاتش ذا ترين. وين هي ووز رانينج تو كاتش ذا ترين. بس كده، هي كل الحكايه ان هو كان عاوزك تحول الجمله الاولانيه الباسيف مبني مجهول. وين هي ووز رانينج تو كاتش ذا ترين. فاهمها طيب يا محمد؟ ايوه تمام. عندك اني اذر كويس، اي سؤال تاني؟ لا شكرا، بشكرك يا محمد، كيب واتشنج. شكرا. هنرجع نكمل الاسئله بتاعتنا، الكلمات بتاعتنا. كنا بنناقش مع بعض الفوكاب في يونت 4. عندنا كمان كلمه الكتريشن، كلمه الكتريشن اللي هو عامل الكهرباء او الكهربائي يعني. Also we have كلمه award. Award بمعنى وسام او استحقاق او جائزه. Award بس غالبا بتكون official prize، جائزه رسميه. Article، كلمه article مقال، مقال مره ثانيه article. Athlete لاعب قوى، athlete خدتوها قبل كده، وخدنا كمان كلمه athletics اللي هي العاب القوى. Dinosaur again dinosaur. Dinosaur is an extinct animal. كلمة extinct يعني منقرض، يعني لما اجي اعرف الديناصور اقول dinosaur is an extinct animal، حيوان منقرض. كلمة extinct يتساوي كده تقريبا كلمة died out يعني انقرض. يلا كده مع بعض بقى هنشوف اللانجوج نوتس، هنفرق بين كلمة every day و every day. طيب على فكرة دي موجودة عندنا في المنهج بتاعنا الجديد، وموجودة كمان في الثانوية العامة، ازاي نفرق بين كلمة everyday adjective و everyday اللي هي الادفيرب. And we have Ibrahim from North Sinai، من شمال سيناء. هلو ابراهيم، هاو ار يو؟ ابراهيم ابراهيم احنا سعداء جدا باتصالك، بنحب نتواصل دايما مع اهلنا في شمال سيناء وفي جنوب سيناء وفي سيناء الحبيبة كلها وفي كل ربوع مصر طبعا. عندك اي سؤال يا ابراهيم؟ عندي سؤال في الري رايت. اتفضل يا ابراهيم. ام شور ام شور منال إيه زمان منال 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 تمام. از ات هوم منال ايه؟ از ات هوم از ايه؟ ات هوم از ات هوم تمام. اي كان سي لايتس اي كان سي لايتس لايتس ها؟ in her house. I can see lights. أنا شايف نور يعني in her house. في بيت. I must be. تمام، جميل قوي. السؤال ده جميل، وخاصة إن هو خاص بموضوع درسنا النهاردة اللي هي expressing necessity، التعبير عن التأكد أو certainty، سوري، التعبير عن التأكد. الجملة بتقول معايا كده إبراهيم، الجملة بتقول I'm sure منال is at home. أنا متأكد إن منال في البيت. I can see lights in her house. أنا شايف النور في بيتها. طيب عايز استخدم كلمة must be. الأول بس عشان تعرف تجاوبها يا إبراهيم، must be لازم يكون قبلها السبجكت اللي هو الفاعل، تمام كده؟ وبعديها must be. ونكمل بقية الجملة. ال 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 الفاعل هنا إيه؟ مين الفاعل هنا؟ اسمها إيه؟ إيه؟ منال. منال. طيب يبقى هبدأ بمنال. أجيب بعد منال must be. must be ايه؟ ها؟ at home. برافو عليك كده يا ابراهيم. واكمل والجمله الثانيه بقى دي مش مشكله، هكملها هنقلها زي ما هي، ما هي جمله بس توضيحيه. هكمل الجمله الثانيه I can see lights in her house. لكن الجمله بتاعت certainty التاكد بتاعتي ان انا هشيل كلمه I am sure وابدا بمنال، اقول منال must be at home. تمام يا ابراهيم؟ تمام.
تمام يا فندم. اني اذر كويستشن، اي سؤال تاني؟ عندي سؤال تاني. اتفضل. Perhaps you will come to a party. قول تاني كده. Perhaps ايه؟ نور. will your ايه؟ will your Ben نور will your ايه؟ will. طب اسبلها كده. W-I-N-N W-I-N-N M-N you will، قصدك you will صح كده؟ you will مش your بقى. perhaps you will come to the party صح كده؟ عايز might، عايز استخدم might. اوكي perhaps you will come to the party وعايز استخدم might. تمام. برضو اما اجي استخدم might، خد بالك الفرق بين perhaps و might. perhaps بنبدا بيها في اول الجمله وبنجيب بعدها السبجكت وبعدين will زائد المصدر. اما اجي اجيب might هجيب قبلها الفاعل. الفاعل هنا برضو ايه يا ابراهيم؟ you might. يبقى نقول you might. تمام كده. you might come to the party. ناخد بالنا ان might او may او will المودال فيربس دي كلها بيجي بعديها فعل في المصدر، يبقى you might come to the party. وهنا بعبر عن uncertainty اللي هو عدم التاكد. خلاص يا ابراهيم؟ خلاص. طب بشكرك جدا يا ابراهيم على اتصالك. keep watching our program. نرجع بقى للدرس بتاعنا. كنا بنناقش مع بعض الفرق بين everyday، everyday المتصله اللي هي الadjective، و everyday اللي هي الادفرب بالظرف. مهم قوي نركز في الجمل اللي هنقولها دلوقتي دي كده عشان نعرف الفرق بينهم. لو قلت I feel bored، انا بشعر بالملل with my everyday routine. خدوا بالكم من الجمله دي كويس قوي كده. انا بقول everyday، ولاحظوا ان مفيش فاصل بين every وday. everyday على بعضها كده دي adjective صفه، وبيجي بعديها noun اسم. يعني اقول every day routine، روتيني اليومي. every day habits، عاداتي اليوميه. every day actions، الاحداث اليوميه. every day events، الاحداث برضو بس الاحداث الكبرى اليوميه. يبقى every day بيجي بعديها noun اسم. لكن every day الثانيه، every day الثانيه دي adverb ظرف. يعني اقول مثلا لو قلت I go to the club every day، لاحظوا ان every لوحدها وday لوحدها وده adverb ظرف. يبقى في فرق كبير قوي بين every day المتصله دي adjective وبيجي بعديها noun اسم، لكن every day اللي هي المنفصله اللي هي every لوحدها وday لوحدها دي adverb ظرف. انت بتقول I go to school every day، بروح المدرسه كل يوم. I play football every day، بلعب كوره كل يوم، وهكذا. عندنا كمان في language notes focus on. كلمه focus on بمعنى يركز على، بتساوي كلمه concentrate on. لو قلت مثلا STEM schools focus on students abilities، يعني مدارس الستيم بتركز على قدرات الطلاب. again STEM schools focus on students abilities، بتركز على قدرات الطلاب. encourage plus object to زائد المصدر. encourage بيجي بعدها مفعول وبعدين to زائد المصدر بمعنى يشجع. يعني لو شفنا جملة بتقول My father encourages me، بابايا بيشجعني to do better at school، ان انا ادي اداء افضل في المدرسه. يبقى encourage جبنا بعديها object مفعول وبعدين to زائد المصدر. كمان عندنا في ال language notes hard working and work hard. في فرق يا مستر بين hard working work hard. ايوه hard. معانا كرولوس from Cairo. hello كرولوس، how are you؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا كرولوس؟ الحمد لله. عندك اي سؤال يا كرولوس؟ سؤال رايت. اتفضل. يقول I advise you. Yeah I advise you. To. Visit أسوان. Visit أسوان، yeah. عايز advice. Advice بالسي صح كده؟ ايوه الناون. ايوه الناون، تمام كده. طب الاول كده يا كرولوس، ينفع اقول ان ادفايس؟ لا. طب ليه؟ لو قلتها لي تبقى جدع. عشان ده ناون. طب ماشي، ما اي ناون ممكن اجيب قبل منه او ان. ليه انت قلت ادفايس ما ينفعش يجيب قبلها ان؟ ليه؟ ما عنديش فكره. بص يا كرولوس، انا كويس انت سالت السؤال ده برضه عشان ننبه الطلبه للموضوع ده. كلمه ادفايس معناها نصيحه، وده uncountable noun، اسم لا يعد. ما ينفعش اقول ان ادفايس، فاهمني؟
لان ده اسم لا يعد، والاسماء التي لا تعد ما بيتحطش قبليها لا ولا ان. تمام كده؟ طيب انا بيقول لي اي ادفايز يو، انا بنصحك، عايز اقول نصيحتي ليك ان انت تزور اسوان. نقولها ازاي بقى؟ يلا كده انا عايزك تفكر كده معايا. ماي ايه؟ ماي ادفايس. تمام، ماي ادفايس. تمام كده، ماي ادفايس تو يو از تو فيزيت اسوان، نصيحتي ليك ان انت تزور اسوان. تمام يا كرولوس؟ ايوه شكرا. طيب عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. بنشكرك يا كرولوس، مع الف سلامه. تاني، الفرق بين هارد وركينج وورك هارد. كلمه هارد وركينج ادجكتيف معناها مجتهد في عمله. يعني انا لو قلت مثلا احمد از ا هارد وركينج تيتشر، مدرس مجتهد في عمله. نبيل از ا هارد وركينج دكتور، يعني نبيل دكتور مجتهد في عمله. لكن ورك هارد يعمل بجد، يعني اقول احمد وركس هارد، نبيل وركس هارد، معناها ان نبيل بيعمل بجد. يبقى هارد وركينج ادجكتيف، لكن ورك هارد كلمه هارد هنا ادفيرب ظرف. عندنا مثال بيقول منال از ا هارد وركينج ستودنت، يعني طالبه مجتهده في عملها. رنا وركس هارد، رنا بتعمل بجد. كمان عندنا في اللانجوج نوتس ويل بي ايبل تو، بمعنى سوف يكون قادر على، بنعبر بها عن القدره في المستقبل، في الفيوتشر. لو قلت مثلا ان ذا فيوتشر، في المستقبل، وي ويل بي ايبل تو فلاي تو ذا مون، هنقدر نطير للقمر ان شاء الله. كمان عندنا هاف سبيشال سكيلز، have special skills بمعنى لديه قدرات خاصة. يعني مثلا انا لو قلت an expert، الخبير، should have special skills، لازم يكون عنده قدرات خاصة. يلا نشوف مع بعض بقى الجرامر، certainty and uncertainty. ومعانا ياسمين from Cairo. هلو ياسمين، how are you؟ اهلا يا مستر. ازيك، عاملة ايه ياسمين؟ الحمد لله. ايه اخبار الانجليش؟ انا من اسكندريه مش من كايو. اسكندريه، سوري يا ياسمين، معلش. يبقى ياسمين من الاسكندريه. ياسمين عندك اي سؤال؟ طب اتفضلي. ياسمين يا ريت نوطي التلفزيون. عندي. طب اتفضلي. واي ديد، واي ديد، ياسمين يا ريت نوطي التلفزيون عشان بس ما يبقاش فيه ايكو كده صدى صوت، وتسمعيني كويس. Why did Black Beauty؟ ده في القصة. تمام، Why did Black Beauty؟ Why did Black Beauty؟ ايوه. كملي يا ياسمين. Like bowling؟ bowling. The small carriage، صح كده؟ صح. تمام، why did Black Beauty like pulling the small carriage؟ ليه Black Beauty كان بيحب يشد العربية الصغيرة؟ هي مذكورة في النص. مهم قوي قوي يا ياسمين ان احنا نقرأ نص الكتاب المدرسي، نقرأ النص بتاع الستوري نفسها. هو قال لنا في الستوري Black Beauty liked pulling the small carriage because it was light، لأنها It was ايه بقى؟ light يعني خفيفة، and easy to pull يعني سهلة الشد او سهلة الجر. easy to pull. بنشكرك جدا يا ياسمين على اتصالك. واعزائنا الطلبة والطلبات، النهاردة ناقشنا معاكم يونت 4، شفنا بعض الجمل على must be و can't be و might be، ازاي بنجيبهم، بنعبر بيهم عن certainty and uncertainty. ان شاء الله في حلقتنا الجاية هنناقش مع بعض يونت 6. Dear friends, thank you for watching and see you next time.